زرفيان صنعته خالتي حنان مع سلطة فتوش مع ايش؟ لبن. جبنية. جبنية وايش؟ رولات جبن. رولات جبن وتمر. هذا الفطور حقي. وبعت العيال، ما يبي عيالي وياي. يا سيا يجيني من ايطاليا، جيت لكم بمقطع افطار برمضان. كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك عليكم، ان شاء الله تشوفوا كل خير. معليش صوتي رايح، بس اليوم راح افطر في بيت اماراتي، ومرة متحمسة اني اذوق الاكل الاماراتي، ويكون يعني اجواء الامارات وكذا. فخلوكم معايا للمقطع، لنهاية المقطع، ياريت تشوفوه عشان بتكون بنهاية المقطع. ما طول عليكم، يلا نبدأ المقطع. الشغل طبعا الموك الموك حقتي عن جوا بسبب الجو، ما فيكون هذا. يا سيا يا سيا، اللي انا حاطه هذا وهذا. جدول الدكاترة حقتنا، كل دكتور مختص بشيء، يعني في دكتور خاص بالعمليات الزراعة، ودكتور خاص بالتقويم، ودكتور كل دكتور مختص بشغله. هذا الجدول حقتنا السكيجول، وهذا حقتنا عندي مقابلة تعلم ال إيش اسمه المونتاج والفوتوشوب. لازم أروح، أنا حابة إني أتعلم أطور نفسي في اليوتيوب من مونتاج وفوتوشوب. حبيت أجي هنا وأشوف. A few moments later. هو عربي. شقم شقم شوية يعني اللحم. هذا لحم. شوية. شكرا والله، تسلم يديكي حبيبتي. إذا تبين تحطيني فلفل. طماطم كم اليوم؟ كم يتخمر؟ تخمر. يوم. يوم واحد؟ إيه. ما استوعبت إني أنا ما خليت صحن. بالله عادي عادي، لا لازم احط شيء مالح وشيء حالي يعني. طعم لذيذ يا خاله. حلو؟ بالعافيه. قديش ما شاء الله حلوه. حبيبتي. انت اللي تطبخي بالبيت دايما؟
لا 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 هناك عندي طباخة. الطباخة من وين؟ الحين بتكون 9 سنوات عندي. عربية ولا إيش؟ إندونيسية. الإندونيسيين شاطرين بالأكل العربي؟ والله جبتها قرطاسة. إيش يعني قرطاسة؟ ما تعرف شيء. ولا شيء. بعدين علمتيها ولا إيش؟ كم قعدت معك أنت؟ الحين كل شيء أسوي. حلو. طعم الأكل. حار زين فلفل حلو مرة صدق ما يلهب ما يلهب ولا شيء يسألون بتصلين أو بيقولون هيك لأني أنا أصلي فيهم أنا أصلي فيهم ما فتحت التلفون من الصبح من كثر ما أنمي ايش الطعم ذا؟ هل سويتي بيدك يا خالة؟ الكنافة؟ طعم خرافي، هذا طعم لذيذ مرة. ايوه، انا طعمته الحين. طب ما A few moments later. أقول لك عادي عندكم مين صار اليوم؟ هم اللي يجون كوريا تعرفهم؟ لأني عيش وياهم كوريا. ما عدت العيال ما يبي عيالي.